يعملون كل صباح بهمة ونشاط، يسابقون الزمن، ليس لتشييد بناء فحسب، بل لبناء جيل حرمته آلة القتل من أبسط حقوقهم، ألا وهو التعليم. مدرسة أورينت النموذجية مشروع رأى النور في مدينة الريحانية بعد نجاح تجربة مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية في مجال التعليم. تم استبدال من مبنى القديم للمدرسة بمبنى جديد، وهلا نحن عم نجهزه مبنى متطور أكثر لمدرسة نموذجية بتخدم الطلاب السوريين. المدرسة الجديدة بتضم 30 حصة صفية، بتضم صالة للأنشطة ومطعم وباحة مثل ما نكون شايفين، وساعة كبيرة، ملاعب. الرسم على الجدران وأعمال الطلاء والحدادة وغيرها، جميعها مهارات اكتسبها الكادر الذي أشرف على عملية التجهيز. فمؤسسة أورينت اعتمدت في تجهيز المدرسة على خبرات محلية ضمن كادر مؤلف من 6 فنيين من موظفيها، إضافة لمهندس المشروع. كنا كلياتنا كادر واحد وأتقننا كل الشغل الحمد لله، حتى طلعنا واحدنا معه كذا مهني بإتقان، وما احتجنا حدا يساعدنا، وكانوا المسؤولين عنا مبسوطين منا لدرجة أنه يطلبوا منا يجيبوا لنا ناس يساعدنا، نحن نرفض لأن قمنا بشغلنا على أكمل وجه. وآخر شيء يعني كنا نحن مبسوطين، وكانوا المسؤولين عنا مبسوطين كتير كتير. تحديات كبيرة واجهت فريق العمل في تجهيز مدرستهم، أهمها سباقهم مع الزمن، إلا أنهم تخطوا كل التحديات بروح الفريق الذي عمل ساعات طويلة وعلى مدى عدة أسابيع لإنهاء العمل في زمن قياسي. بفضل رب العالمين وبجهود الكادر اللي اشتغل معي استطعنا ننهي العمل بفترة شهر وعشرة أيام تقريباً. الكادر كان متعاون كتير، وهني موظفين أورينت، استطعنا أنه ننفذ العمل بأقل تكاليف وبجودة عالية. بجهود محلية وبزمن قياسي استطاع كادر أورينت أن يجهز مدرسته النموذجية لتكون متاحة للطلاب السوريين مع بداية هذا العام الدراسي. عمار دندش، أورينت نيوز، مدينة الريحانية، تركيا.